وهلا حديث البلد مع رشا جرمقاني. جرمقاني واهلا وسهلا فيك بحديث البلد. بعدنا عم نحكي عن وجه لبنان الحضاري وعن المهرجانات قبل شوي. رشا جرمقاني، انت رئيس جمعيه بيست بيروت ايفنتس اند ستريت شوز اللي اسستيها السنه مع مايا ابو صالح، وانت ضيفتنا الليله لنحكي عن هالمهرجان اللي راح نشوفه لاول مره ببيروت ووتر فرونت برعايه رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري من 24 اب حتى 3 ايلول. رشا، هالمهرجان موجه لجميع الفئات العمريه وبيتميز بعروض ونشاطات رياضيه ثقافيه وفنيه بالاضافه للعمل الاستعراضي الضخم مالتي ميديا شو اللي راح تستخدموا فيه أحدث تكنولوجيا بصرية وسمعية بال 3D mapping. عم نحلمك لبنان أو دريم لبنان اللي هو عنوان هالشو والمهرجان ككل. شو بتعطينا تفاصيل عن بيست؟ شكرا منى. أولاً وي دريم لبنان أو عم نحلمك لبنان هو أضخم عرض مالتي ميديا بيشهده لبنان للمرة الأولى. هيدا العرض صراحة بيعني لنا كتير لأنه فعلياً بيجسد رؤيتنا وحلمنا للبنان. كرمال هيك كمان أردنا اسم العرض كمان يكون اسم المهرجان. العرض عبارة عن قصة عم نحكيها عن حلم كل لبناني وكيف بيحلم يشوف هيدا الوطن، لأنه نحن اليوم منآمن أنه كل شيء ببلش من حلم، ومجرد ما حلمنا منقدر أنه نسعى لنحقق هيدا الحلم. هيدي القصة عم بتصير من عناصر بصرية وسمعية، من الموسيقى 3D mapping. 3D mapping رح يصير على البنايات اللي على واشة بيروت. نحن عم نبني حيط عرضه 120 متر ب 17 متر، هيدا حيكون عليه 3D mapping projection تيكمل القصة مع الواتر وفاير شو. جايبين فاونتنز كمان من برا لأول مرة بلبنان مع واتر سكرين، هولي كلهم مع رقص مع موسيقى. وبحب هون أقول إنه في عنا فريق كبير من نخبة المبدعين اللبنانيين، من الشاعر نزار فرانسيس، وسام سميرة، سامي صعب، أمين سمائية، ناصر أسعد، إن شاء الله ما كنت حدا اللي هن رح يشتغلوا على هيدا العرض كله مضبوط تيقدروا يقدموا للعالم وللجمهور إذا بدك عرض عن جد فريد من نوعه وتجربة جديدة فيها كثير إبداع وجمالية. وجمالية يعني عم بتقولي كمان بالإضافة لل 3D mapping في فاونتنز ماي، فاونتنز في عروضات نارية ومائية ومائية، يعني وعم تقولي هالحيط هيوج يعني مثل ما عملت توصفي لنا. قبل ما نكفي مع بقية العروض خلينا نحن وضيوفنا ناخذ فكرة أكثر عن بيست بهالبرومو، بس حتى نقدر نشوف البرومو بدك تطلعي بكاميرتك وبس تضوي أحمر. بتعرفي شو بنقول بحديث البلد؟ Player Basim. Player Basim. Beasts in partnership with the Municipality of Beirut presents the biggest multimedia show ever produced in Lebanon. Music, light, water, fire, dance, and 3D mapping projection. The story of the whole nation's dream. We Dream Lebanon. August 24th, 27th, 31st. Beirut Waterfront. Beasts in partnership with the Municipality of Beirut presents the We Dream Lebanon Village. Thrill, speed, Formula One and car stunt shows. Food and taste with Souk Alekin. Entertainment and fun for all the family with street shows and attractions. From August 24th till September 3rd, Beirut Waterfront. رشا، الحلو بهالمهرجان انه راح يكون على شكل قريه كبيره بتتضمن سوق للاكل. اسم هذا احلى شيء.
اسم للاطفال يعني فيهم من غير شر علي وفطومة وحسين بينزل كمان بيتفرجوا. معرض ل 12 سيارة فورمولا 1 بتحب السرعة ملحم 12 سيارة من السوبر كارز يعني فورمولا 1 فورمولا 1 بيتخللوا مشاركة لسائق الفورمولا 1 العالمي أوليفر جيمس ويب عرض لفريق ماسترز اوف ديرت العالمي للدراجات الناريه بحضور نجم القياده الاستعراضيه للسيارات جراند تيري بينما الحدث الفني الاهم هو اريبيان نايت راح يكون مع سوبر ستار راغب علامه والنجمه شيرين عبد الوهاب اللي خصوا المهرجان باطلاق اول ديو غنائي بيجمعهم سوا ليله 25 اب. رشا بتقول انه بيست ما بيشبه اي مهرجان لبناني اخر. شو المميزات اللي بتفرقوا؟ احنا الديو تبعنا قبل انا بدنا الليله اطلقوه قبل سوري يعني هني اطلقوه نحن اطلقناه هون ب 20 تموز ليه عم تقولي لي 25 اب يعني خلص لكن نحن بنجي عندكم انتوا هلا رح نشهد على ديو بين كارلا وملحم هلا كمان رشا بتقول انه بيست ما بيشبه اي مهرجان ثاني شو المميزات اللي بتفرقه عن غيره من المهرجانات الدوليه اللي عم تحصل بلبنان كمان أول شيء منى مثل ما حضرتك قلتي هو التنوع والعالمية يلي موجودين بهيدا المهرجان بيميزنا عن كل المهرجانات. هلأ أكيد كل شيء عم بصير من مهرجانات بلبنان نحن منفتخر فيهم ونحن منآمن أنه هولي an added value للبنان لأنه عم بيفرجوا لبنان بصورة حلوة. بس تنوع هيدا الإيفنت ولما نحن منحكي منى عن عن العالمية وعن التنوع بنحكي عن الثقافة عن الرياضة عن الفن عن الأكل عن الأطفال ما في شيء يعني شامل 100% فنحن صراحة عاملين فيليج موجود كل شيء فيه لكل الفئات كل إذا بدك سبورتس في الفورمولا 1 أول مرة بيجي هيك عدد من السيارات على لبنان في عنا كمان فريق الماسترز أوف ديرت مثل ما حضرتك ذكرتي المالتي ميديا راغب وشيرين بس كمان بحب أقول إنه نحنا هيدا المهرجان قد ما إنه ضخم كمان نحنا قدرنا نعطي مساحة كرة كبيرة عمل هيك المساحة كبيرة 120 ألف متر مربع وهيدا المهرجان خلق فرص عمل كتيرة لللبنانيين وهيدا المهرجان إنتاج لبناني 100% هيدا الشيء نحن بنفتخر فيه ما استعنتوا بخبرة من برا كل الخبرة صراحة اللي بس بمنطقة واحدة هي تعيت الفاونتنز لأنه في تكنيكس بدهم يجوا هولي كانوا من برا بس كل شيء يعني القصة الشغل جوا عنا أكثر من 200 عامل لبناني عم يشتغل معنا حتى هلأ كانوا عم يبعثوا لي فيديوز بعدنا لحد هلأ عم يشتغلوا بالأرض لنحضر لكم هيدا المهرجان فهو اوريدي لانه في موجود كل هول القصص في نحن بالنسبه لنا بتميزنا كثير عن الباقيين وكمان حبينا وبعدين مش ضروري تنطري العرض يعني هي قريه بتقدري عرفت انه الدخول ب 10000 ليره 10000 بتفوتك على سوق الاكل بتحضري الفورمولا 1 في باريد عم بتصير الاولاد لعمر ال 10 بتفوتك على السوق بس ما بتعملي 10000 هل 10000 طبعا لسوق الحظ يعني شوفي في معارض لو خلى معه ال 10000 مقبول يعني لو خليت معك ال 10000 كنت حضرتي يا منحيم رحت ست ليره نهارا نعمل بليار ونهارا بنتفرج منك خبي قرشك الابيض لمهرجانك ابيض ابيض طبعا بدي اقول لك كمان انه الاطفال لعمر العشر سنين بفوتوا ببلاش هيدا الشيء كمان ثلاثة ببلاش فاتوا ببلاش علقتكم صعبه اكدت انك جاي ان شاء الله اكيد هولي كمان نحن كثير درسنا كل شيء البطاقات حتى في بطاقات عاملينها للتينيجرز from 10 to 50 دولار ليحضروا العروض الثانيه فكل شيء كان مدروس بطريقه يكون انترناشونال ستاندرد يعني لانه صراحه كمان لكم شغله انه نحن منآمن بلبنان ومنآمن ببيروت ومنآمن انه لبنان صار وقته يبدع صار وقته يبين الطاقة البشرية القوية اللي عنا لأنه نحن كلبنانيين وين ما منكون مبدعين بكل المجالات برافو يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدنيا بيروت يا بيروت دخلك لا تنحن يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدنيا
رشا، في شيء بالنسبه للبروجرامات، في شيء بالنسبه للبروجرامات او للامسيه بتحبي تضيفيه؟ انا بظن قلت تقريبا كل شيء، بس بحب اول شيء اعمل شويه شكر. نعم. بداية برئيس مجلس الوزراء سيد سعد الحريري اللي عم بيكون اليوم مشجع دائما على هالاحتفالات، اللي هو صراحة من أول نهار آمن بالرؤية تاعتنا وآمن إنه بيروت بتستحق هيك مهرجان بهالضخامة. بنفس الوقت بحب أشكر أكيد كمان بلدية بيروت وأعضاء المجلس البلدي فردا فردا، كمان آمنوا معنا بهيدا الحلم وعم يشاركونا إياه. غير هيك في القطاع الخاص من سبونسرز يلي موجودين معنا وعم بيدعمونا معنويا وماديا بهيدا المشروع تنقدر نقدم قد ما فينا اجمل مهرجان واضخم مهرجان بيشوفه بيروت. وعرفت انه في كروتي معك اليوم. ايه في بعد في عندي شكر خاص. نعم. سوري لوزير الداخليه انه هذا المشروع ووزير السياحة كمان أباديس كيدانيا كمان كان ضيفنا. مزبوط. فبحب أشكرهم كمان لأنه الكل كان موجود معنا وواقف معنا من أول الطريق. غير هيك عرفت أنك استضفتي 4 طلاب ربحوا أخذوا المرتبة الأولى. مزبوط. فحابة أهدي كل واحد منهم 3 تيكتس ليجوا لعنا. يا حبيبي أهلا بايا. بدكم تاخذوها لأوليانا لكن الثلاثة يعني. وينقوا هن الشو اللي بدهم إياه ويفوتوا. أي شو بتفضلوا؟ في المولتي ميديا، في الماسترز أوف ديرت، في الفورمولا 1، في كل شيء. شاب أول شو بتنقي أي شو؟ فورمولا 1 صبايا. كلهم حلوين. كلهم حلوين الصبايا. يعني بدنا نتمنى لكم التوفيق من الدوره بالدوره الاولى من بيست. بدنا نتمنى لكم التوفيق بالدوره الاولى من بيست والاستمرار لسنين عديده، لانه هيك ايفنت بتنوعه وضخامته بكرس بيروت مناره. مزبوط. بالشرق مثل ما كل عمرها كانت. مزبوط. شكرا كثير لوجودك. الله بالتوفيق. معنا